19 نواصلوا استقبال ضيوفنا ونبدلوا ديسبلين مرة هيري نحكيو هوند معنا بالتليفون الجارديان أمضى مترجي في النادي الإفريقي ظهر لي عنده برشا مصاريتش حاجة كما هكا النادي الإفريقي قاعد يعزز في صفوف متاعه في المدة الأخيرة بانتدابات من الحجم الثقيل بعد مصباح الصانعي بعد زبير السايس انتداب جديد هو الجارديان بتاع الإسبيرونس أمين البدوي معنا مباشرة في التليفون أمين أهلا بك أسلام أسلام مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إكسبريس فامي شنو حوالك خويا شنو الأمور لاباس؟ الحمد لله لاباس الحمد لله شوف الجميع ميرسي بوكا خويا باهي يمين احكينا شوية على الانتقال هذا للكلوب كيف جاء كيفاش بدا الكونتاكت شكون كلمك شنو تفاصيل العقد؟ ما نبداو شوية بديتاي شكون كلمني رئيس فرع سي قيس عطية كان قيس البدري كان باتصال مباشر معايا مخك مازال في الاسبيرونس ظهر لي قيس عطية نعم قيس عطية هو كان في الاسبيرونس تحية ليه تحية ليه هو المسؤولين تاع رجل كنت في كونتاكت ديريكت معاه نيغوسياسيون كانت سهلة كانت سريعة جدا حب النجم نقولوا احنا عندنا ديفي في النادي الافريقي كما تعرفوا سيزون اكسبسيونيل احنا اللي هي مئوية النادي الافريقي سيزون فيها بوكو ديفي فيها برشا ديزوبجيكتيف عندنا في السيزون هذيا النيغوسياسيون كما قلت لك كانت سهلة كنا في كونتاكت ديريكت كانت الامور سهلة معناها ماش حتى اشكالية قلنا في العقد المدة نتاعو عامين ان شاء الله نقدموا وجه طيب في العامين هذوما ونشرفوا جماهير النادي الافريقي وان شاء الله الموسم مملوء بالتتويجات ان شاء الله. ان شاء الله بي امين في بالك انت عندك رقم قياسي اول جارديان تدخل به التاريخ ما عادش في بالك به ولا اول جارديان في تونس يلعب في الاتوال في الاسبيرونس وتوا في الكلوب. اي صحيح انا اصلا معناها ولد نادي ولد نادي رياضي بالولبه لعبت 4 سيزون في النجم الرياضي الساحلي بعدها لعبت 3 سيزون في الترجي الرياضي التونسي وتو عندنا 2 سيزون ان شاء الله في النادي الافريقي دونك هذا رقم قياسي سواء هذا حد ما عملها قبل هذه دونك ان شاء الله نقدم وجه طيب يليق بالنادي الافريقي وباسم النادي الافريقي باهي امين ما تخافش شويه تو يقول القائل الاسبيرونس المده الاخيره الكل يعيش الفرع في انتظام معناها في سكينه نقولوا الامور منظمه في الاسبيرونس تلعب على الالقاب كل عام ديجا اليوم تلعب نهائي البطوله كيف مترشحه في الكاس الكلوب شويه مشاكل داخله بعضها شويه ليكيب بعدت شويه الموسم موسم الاخرين على اللعب على التتويجات ما قلقك شويه المشكل هذا ولا خممتش فيه الحكايه ولا كيفاش؟ ايه خمس فرع كذا اما انا تو مع سيقايس البدوي والاطار الفني اللي كانت تو في حافظ الجبابي ان شاء الله معاملين باش ننزلوا بالفرع هذا في كره لا في نادي الافريقي وان شاء الله نقدموا مواسم ويرجع مواسم طيبه ويرجع نادي الافريقي على منصه التتويجات ان شاء الله وكما قلت لك ستاندي فيه بالنسبه لي هذا مع التشالنج مع جاي كما تعرف اليوم مروان ماجي صح مع نادي الافريقي دونك عندي كونفيرونس هذه عندي باش يكون معنا بعد شويه بالتليفون مروان فوالا ومرحبا بيا في النادي الافريقي وعندنا سيدي كما تعرف في جانفي فما كوب دي موند دونك ستاند كي بالنسبه لي باش نكون موجود في كوب دي موند هذه ان شاء الله وهذه فرصه باش نخدم ونزيد نقدم ونقدم مردو طيب ولا ما الواحد ما لازموش يكون معناها يغدر من زاويه واحده للستياسيون ولا فما عندي فيه بالنسبه لي في النادي الافريقي باش نحاول نقدم في النيفو نتاعي كما تعرف في البيريود الاخرى في التدريب عندي مشكل نتاع سون دو اللي هو هذه الاشكاليه الوحيده اللي لقيتها معنا مع النجم مع الترجي اللي في البريود الاخر هذه بكل طونجو نتاعي نقص شويه ما ولا في هذه ما تهمتش معاهم دونك جيش وزير النادي الافريقي على الديبي دونك شو نتاعي كان سبورتيف 100% فوالا حسيت روحك معناها تقلقت شويه حسيت روحك مظلوم شويه ماكش قاعد تلعب في الاسبيرونس هيك علاش؟ لا مظلوم ما نحبش نقول مظلوم ونخرج بك التوب هذاك انت المظلوم وكل شيء مي ما لقيتش طونجو نتاعي في الدرجه الرياضيه التونسي جيش وزير باش نبدل ديستيناسيون ونمشي النادي الافريقي وانا مع سي حافظ كما تفهمنا في باش نقدموا ان شاء الله والتيراج يكون هو الفيصل بيناتنا وان شاء الله نبداو معنا الكارير نتاعي تعمل كل ترومبلان وان شاء الله نعاود نرجع في النيفو نتاعي كما كنت ونزيد نقدم ونزيد نحسن ان شاء الله. هو الكونترا نتاعك وفيه في الاسبيرونس ولا كيفاش بالضبط؟ فوالا في الكونترا نتاعي كنت فان كونترا جيتي اون نيغوسياسيون مع الترجي ومع النادي الافريقي وقبلهم هما زوز كنت نيغوسياسيون افيك اون ايكيب في البونس ليغا
بقى بتحكي الكورونا هذه تعطلت على الاخر، معناها كنت لازم نكون موجود غادي في المانيا باش نكون مع التيست ميديكال وكل شيء، وما كان عندهم كونترات توقف باش نكون موجود غادي، ما نجمش تحصل على الفيزا حكم كانت الحدود الكل مسكره في البريون تاع الكورونا. حتى بعد الكورونا معناها ديجا احنا ما زلنا المحله دونك الكونترا هذا سيتي معناها توخر الوقت اخر، دونك دخل الاتحاد الافريقي في الخط مع عده فرق اخرين في البطوله التونسيه. بون وان ترجي ريال تونسي كما قلت لك الاشكاليه الوحيده اللي عندي هي الطون جو، دونك كي كان موجود العقد بين النادي الافريقي والترجي التونسي كان تقريبا نفس المونتون، معناها مش حكايه فلوس راهي حكايه سبورتيف. اليوم ليسبيرونس لعب نهائي البطوله مع ساقيه الزيت 9 متاع الليل ان شاء الله، ماكش باش تكون موجود؟ لا لا مش باش تكون موجود، ختمنا احنا زوج معناها يعني تقف معناها الكونترا نتاعي يقف بارتير من النهار الاربعاء اللي فات، وكل واحد ربي يوجهه خير كما يقول. ما لا متفوج بالنسبه هذيا وربي معاهم. ما شفتش امين كنت تنجم تكمل الموسم نتاعك سيزون تاع مع الاسبيرونس وبعد تشوف المستقبل نتاعك وين، ولا سي بون تفهمت كل شيء ما عادش فما فاش عايش تاجله معناها؟ في النادي الافريقي كان عنده معناها الكونترات تاع وقت، لازم هو يحط لي بوان في ليزي يختار لي بوست نتاعو، دونك لي شوازي معناها باش يكون توا في النادي الافريقي. كنت مع نيغوسياسيون في الترجي، معناها قلت له علمت قلت راني صاحب في النادي الافريقي وعلى ذمتك اذا تعطوني معناها راني نكمل معاكم، اذا لا ولا قالوا لي لا راهو سيريوسي فينيزي وكل واحد ربي يوجهه خير. فوالا كانت كيما هكا بالضبط العمليه. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك امين. بعد ما عادش خليك، لو كان تحب كلمه اخيره البوبليك اسبيرونس وكلمه وبوبليك الكلوب مساج. نبداو ببليك اسبيرونس ان شاء الله ربي معاهم في الشامبيون هذه، وتبقى معنا جمعيه هذه في تروات وفرح تاع الجماهير. بالنسبه لجماهير النادي الافريقي نحب نشكرهم ساعه اللي مساج اللي جاوني كل نهار الاربعاء لليوم، صدقني معناها التليفون ما سكتش شويه، مساج على الانستغرام فيسبوك تليفونات ديريكت جماهير القلبيه تبارك فيها الله. بون فما حاجه هي حاب نذكرها لجماهير النادي الافريقي، جمهور عريض برشا وجمهور عظيم برشا، فرحان برشا اللي موجود بيناتهم، وان شاء الله نفرحهم اكثر بالتيتروات اللي ان شاء الله نربحوهم في النادي الافريقي في الدي سيزون هذوما، بوركو با يكونوا اكثر من الدي سيزون. فوالا نحب نشكرهم على الميساج اللي بعثوهم لي، ونوعدكم ان شاء الله كان بالتيتر وبالخدمه، وان شاء الله نفرحوهم ان شاء الله في اقرب الاوقات. واضح، ترجع النادي الافريقي كما كان تقبل ديما على البوديوم ان شاء الله. يعطيك الصحه، شكرا لك امين البدو، بالتوفيق ان شاء الله في تجربتك الجديده ليك وللكلوب. ميرسي سلام عشوية، مرحبا بيك ومرحبا مرة أخرى بمستمعيك في باشا فهمي. موزيكا وبعد مكملين في فاير بلاي، نستقبل آخر ضيوفنا اللي كان نحكي عليه أمين البدوي مروان جايز، بعد شوية باش يكون معنا بالتالي.